你好，拿啊，我了，不可了，الله يوفق. كيف عرفتي؟ اوكي باي. مين تلفن؟ هو ريم، مين تلفن؟ وليد حسون. ايه وشو بده؟ ما بعرف. يعني شو قال لك الزلمة؟ بالأول سأل عنك وبس عرف إني أنا عم بحكي، تلبك كله سوا وما عاد فهمت شي. يعني ما قال لك شي؟ قال لي اشتقنا لكم، لازم نشوفكم، نعمل سهرة على شرفكم، كون كله يعني بالجمع. مين قصده؟ قصده أنا وياك يا حبيبتي، اثنيناتنا سوا، ما كل العالم افتكرتنا مجوزين. لا، قال لي دموازيل ريم وشدد على دموازيل، يعني عرف. أها، يعني مش موازيل واحد، دو. أه أكيد ندى هي اللي خبرته. ما بعرف بس حسيت هيك كأنه شوي كتير بعجبه. يس يا رب، من تمك لباب السما يا رب يا رب. ايه انت مش مصدق تتخلص مني تيخلي لك الجو انت ومتر ندى. هي اي متى العرس؟ بعد عرسكم بيومين. لا بتعرفي يا رمرو؟ هلا عن جد انا خانق انا وندى، بس ما رح اتجوز غيرها. شرفك رمروم، دخيلك سيري شوي للزلمه، اعطيه ريق حلو، خليك تتجوزي وتفلي من هالبيت، خليني انا اتجوز حتعنسي هون. فشرت. وانا حبيبي عم نمزح. هاني عم نمزح يا قلبي. هاني صار لي ساعة واقف هون، مش حرام أنا؟ سوري ندو، هالمرة لازم تقبل اعتذار. هيدي آخر مرة برضه بسرعة. بعرف محل بيعمل ترويقة كتير طيبة، بنروح نتروق سوا؟ لا ما بقدر. ليه؟ لازم أروح على المستشفى. وأنت لازم تكوني معه؟ هو مش لازم، بس في مخطط بدي أعمله، ما بديهم يرفعوا دعوة على طنط راوية. طيب بنروح سوا وبنرجع بنروح نتروق. لا ما بدي اعصبك، ما في لزوم. بلي هالترويقة خليها غدا، بعرف مطعم اكله كثير طيب. بحكيك بس خلص. باي. رامي. شغلة عيني وبسيطة يا شباب، ما رح تاخد كتير وقت وبتستفيدوا برشان نضاف. رح جرب اتصل فيها، مع انه بشك انه ترد علي من بعد اللي صار معها بالمطعم. الو. شو فارسة جديدة؟ قولوا لها للست ندى غيرنا. ليه بدي صدقك؟ شوف بكره بعد الظهر؟ لا مش قادره. بشوف
على سيارة نور. مزبوط. وينها؟ هاي شنطتها. وين نور؟ هلا بنتصل من سيلوليرا بالباي. اوكي؟ بتطلب الفدية جيبه عجل. بابي غومة منيح. ضايع هيك غومة. حل بدي سامر زياد. $1,000,000؟ انتو مشينين مش هربين. $1,000,000؟ وين بنتي؟ وين نور؟ مين بياكد لي اذا بعدها طيبة؟ سرشي ولك زح. هل عني مش لعلك. اعطيني بنتي، سمعني صوتها. يا مجرمين اتركوني، يا مجرمين رح خلي بابي يقتلكن. كيه من 48 ساعة $1,000,000 ومش معلمين، وما بدي الشرطة تعرف أو يصير عندها خبر. هيا إذا بدك بنتك شقفة وحدة. انطروا تعليماتي وانتبهوا له. هيا تفحول. أوكي. تركني عم توجعني، تركني. شو بدها هلا؟ فهمت عليك، وقف لي مطرح بعيد وأنا بنزل جيبها. شو بدك قنينه؟ بدك قنينه؟ جيب لك صندوق. صندوق والحلو ما بده شيء. شو بدك يا حلو؟ شو بدك؟ شو؟ مين خطفها؟ شو بدهم فيها؟ نور رحت البنت. نور يا رب يا رب استر يا رب. لازم نتصل بندى. ايه اتصل بندى. بدهم $1,000,000 وما نتصل بالبوليس. $1,000,000 هاي تلف على رقابهم. اتصلوا بالست متر ندى. شو رح تعمل؟ رح اتصل بالبوليس. لا 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 لا، يعني ان الله راد سمر رح تقوم بالسلامة. ومثل ما بتعرفوا سمر هي الغلطانة وخربت لهم بيتهم للجميع. يعني الشغلة فيها جرصة وبهدلة و يا عمي ولو كانت عم تظهر لها مع جوزها بتقتلها للبنت؟ ما قتلتها، عادة اللي بسيلاتها بسبع ترويح. هشد مراجل واسمع. بتاخدوا شيك ب $250,000 بتحطوه بالبنك وبتعيشوا من فيته مستوري. $250,000؟ عم تحكي عن جد؟ اكيد، بس على شرط بدكم تتنازلوا بالدعوى عن مدام راية وتسقطوا حقكم وتعترفوا انه بنتكم هي الغلطانه. وطبعا بس سمر تقوم بالسلامه ان شاء الله يا رب، بتاخدوها وبتخطفوا فيها عن وجه هالارض. والا بتطلعوا من دون شيء. ما لا تطلع البنت من القومه. بتقوم كريا، بتقوم. موافقين. وإذا نكستوا بالوعد وتصرفتوا بغير هيك رح خلي المسيو وأصحابه هني يتصرفوا معكم، وياسر ممنوع يعرف بشي. ماشي ماشي عال، لكن خلا روح نكتب العدل ونخلص الورق. تفضل تفضل تفضل. بابي 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 جاي. يلا على الطريق. $1,000,000 خير. شو بهن؟ تمام خلينا. شوف شو رح يصير. انا بشوف شو رح يعمل بابي فيكم. بس وحوش يا بلا اخلاق. هتهرب هتهرب. لا
وليد، تعا بسرعة، بس توصل بخبرك وليد. الموضوع خطر، ما بينحكى على التليفون. اوكي ناطرك. لا بلا غادي، يلا. ما بتردش. مين؟ ندى، طلبتها كذا مرة ما بتردش. رولا وين؟ ما اعرفش، يمكن في اوضتها. لازم اتصل بالبوليس. لا بعد بكير للشوشرة. سناء ضلي اطلبيها ترد. حاضر. نتغدى سوا، ليش لا؟ بس لازم اغير ثيابي. ليه بدي يبين متر اكثر مني يعني؟ ما انا كمان متر. مثل ما عم خبرك استاذ، شو قولتك؟ وينن كلهم هلا؟ عم يبكوا جوا. عم يبكوا؟ يعني القصة جد؟ يا رب. ما لحياة سليه؟ ايه كتير مقزيين؟ ايه ما تدق فيهم، ما تدق فيهم. شو بقى نعمل؟ دق للشرطة. ايه يلا روح، رح دق للصليب الأحمر أنا كمان. وافقوا؟ العمى شو هالعالم هيدا؟ هيك ببيعوها بشك؟ رايحين على الخراب متر، على النهاية، نهاية العالم. لشو قصتك أيوب مثل غراب نوح؟ أنت معهم ولا معي؟ لا أنا معك متر، بس أنا عم بحكي عن الأصول. حلوة هالكلمة، كتير بتعجبني الأصول. إيه وين الأصول إنه أم وبي يشجعوا بنتهم على الغلط وخربان البيوت كرمال حالهم وشوية مصاري؟ وين الأصول؟ هلأ المهم سمر تفيق من الكومة، وتنطراوية ما تتبهدل بالمحاكم، ما بيلبق لها. لي أنا شو حكيت لك هالمحاضرة؟ بلا حكيت. المهم شو عنا هلأ؟ ملف ستلين صار شبه خالص. كتير منيح، قوم اتصل لي فيها. وغيره ماتر. أنا كنت عم فكر إنه ماتر جابوه صار بلا سكرتيرة. شو رأيك بما إنه مكتبه الباب على الباب استلم أنا الوظيفة؟ شو؟ ليك أيوب، قوم على مكتبك، قوم على مكتبك صاغ سليم أحسن ما أجلطك هلا. روقي ماتر روقي، ما تتهوري، أنت ليه دغري بتخوتي وبتعصبي قبل ما تفهم المبررات؟ ماتر جبور بيدفع منيح وعلى الوقت، وهيك أنا بكون مأمن حالي وأنت ما بتعودي تعتلي همي، وبس يجوا المصريات يجوا على مهلهم. يجوا على مهلهم. يا أهلين. قوم على مكتبك أيوب هلا، وقبل ما تقوم بحب فهمك شغلة، إنه هيدا المكتب رح يصير أهم مكتب محاماة بالبلد، ورح تفتخر إنك أنت موظف فيه. قوم اتصل لبلين يلا. يا أهلين. ألو عن جد؟ شو عم تحكي؟ الحمد لله يا رب، ما عم صدق ما لحقت، ما رقت على البيت وجيت على المكتب. الحمد لله. اوكي يلا باي باي. ما معقول وجهك بخير. سمر وعيت من الكومة. مبروك. شو ما عندك شغل؟ اليوم عبالي كون حر، عبالي اتمشى وغني عشط بحر عتلة جبل. صوتك حلو. ايه ما بو شي، زهقت من الشغل. ايه انا بعكسك، انا حاسة حالي اني كتير محمسة على الشغل. بتعرف كمان حاسة انه مكتبي رح يصير اهم مكتب محاماة بالبلد، وانتبه مش عم قلك هيك تتغار. بس انا بغار، انا بغار لدرجة اني بفقد السيطرة على حالي. بس انا ما بغار منك ندو، انا بغار عليك. انا كتير مشغولة، قلت لي ما عندك شغل؟ انت عم بتعدي كم شحطة صاروا؟ بشوفك على الغدا.
للإعلان على الـ LBC الفضائية اللبنانية يمكنك الاتصال بروتانا للخدمات الإعلانية على الأرقام التالية. من مصدر موثوق، الأيام راجعة لورا. جرعة جديدة من كلمانجي، التلاتة 9:30 المساء بتوقيت السعودية على الـ LBC الفضائية اللبنانية. سامع يا فارس؟ ايش؟ انا سامع شيء؟ شو سامع؟ انا سامع صوت عصافير. لك لا يا طشمي، مش صوت عصافير، انا سامع صوت عنين. عنين؟ ايه. شو بقى قولك يا دلي يا ولدي؟ عبت عن شو بقى؟ الهيئة بدها مستشفى. ليكي رح احملها واخدها على المستشفى، وانت ما تحكي شي هونيك لانه الهيئة القصة فيها إنا. لازم تنقش معي، ما في غير هالمبلغ بيشيلني. بيكونوا طاروا قرشين منيح من ورا ماهر ويارا، ومليونين من ورا بيت الزيات، وبرجع بومبا. اي نادا، مرسي. لا ما عم شوفه. عم سافر اليوم هو بيارا؟ يارا كذابة، لا كونترا ولا شي، ما في غير حب وغرام بيناتهم. على كل الله يوفق. اوكي باي. هاي بلا هاي بلا بلوط. تفضلي حبيبتي، شوفي حضرتك مع مين علقانه. البنت بيا محكوم، واما ضرب البنت اللي مصاحبت لها بيا، والبنت بالكوما. يعني بدك تقولي هيك خبيثه. بتعرفي ليلو؟ بعرف رح تضحكي علي، بس أنا بعرفها ليارا، معدنها منيح البنت. أصلاً هي آخر فترة ما كانت على بعضها، كان في عندها شي غلط. لين، أنا كل يلي بهمني إنك تنتبهي على حالك منها. بس أصلاً سافرت اليوم هي وماهر بشغل. هي وماهر بشغل؟ هي وماهر بشغل. بتعرفي البنت صغيرة بس ما شكلها كبيرة. لين رح تجننيني. شو بكي؟ شو صاير لك؟ ما عم بفهم. شو بعرفك انه مش هي اللي شدته لماهر؟ اصلا ليلو انا مشيت بدعوى الطلاق، كل قصص ماهر ما بقى تخصني. ما بقى تخصيك فهمنا، بس ما بتهمك؟ بشك. انا اذا بتصير معي ومع ساري اكيد ما بتصرف هيك. انه بدك تقليلي هالقد انت مأكده انه ساري ما عم بخونك؟ شو بتقصدي؟ لين شو بتعرفي؟ بدك لا هيك سؤال، شو بكي؟ وحياة صداقتنا لين، شو بتعرفي؟ بك يا عمي هيك سؤال؟ بلا، انا حسيته متغير اخر فترة. هلا مثلا ما بعرف وينه، ما بعرف مع مين، وما بعرف شو عم يعمل. ولك صدقيني اريح لك ما تعرفي شيء. يا الله. خلوني اتصل بوزير الداخلية، هيدا شيخ الشباب بيقلب الدنيا قلبه بجيبها. لا عمي، عمي سامر ادفع الفدية، المهم نور ترجع. ايه مزبوط، هيدا المهم. قالوا لي بيتصلوا فيه.
سكر راسي مش عم بعرف اخذ قرار. كله الحق علي، نور انخطفت من تحت راسي، جربت تفهمني كثير اشياء وانا مثل انت صدت ندى 500 مرة وما بتردش. خلوني احكي هالوزير، صدقوني بنربح. لا بندفع. سناء طلبتيها؟ هطلبها. طلبيها شو ناطرة؟ هطلبها. معقول هالبلاش كبير؟ مين رح يقدر ياكله؟ بعتقد انه انت. انا؟ اكيد لا، بس انت صاير فجعان بتقدر. Anyway, thanks على العزيمة. شايفك انا قبل مرة بس مش مذكر وين. على التلفزيون؟ ايه مزبوط مزبوط على التلفزيون. شكلك عم تتهربي من دفع المصاري. مين قال لك انه انا عازمك؟ لك في مثل بيقول في المراجل ما جربته حالي وفي الهريبة كالغزالي، انا ما معي مصاري. عادي. وين بدك تروحي؟ حياتي انا حبس، واللي بتوقع بين ايدي ما بتعود تعرف حالي وين بدها تروح. بتعرف؟ ما عم بعرف حالي بقى. العالم حوالي عم يتغير. الناس اللي كانوا قريبين مني مثل يارا مثلا صاروا بعاد، والناس اللي كانوا بعاد وما كانوا موجودين بحياتي اصلا صاروا قراب. يمكن الاهم انت مثلا كنت اخذ فكره عنك انك متعجرف ومتسلط ومتكبر وشايف حالك يعني شيء هيك. انا كنت شايفتيني هيك؟ انت كنت شايفني يعني احسن يعني. هلا انا مزبوط كنت شايفك حوطة ومشعوطة، بس كنت حاسس ومتأكد إنه في شي حلو ورا هول. من البيت؟ لا بليز ما تردي. ألو، أي سنة؟ شو؟ شو؟ في شي ندى؟ جاي أنا جاي يلا باي. خير بهون شي بالبيت؟ نور انخطفت. مظبوط الحلوة على طول حلوة، هي ونايمة، هي وفايقة، هي ومغمضة. كذاب. أنا؟ ليه؟ عن جد ماهر بتلاقينا حلوة؟ أكيد عن جد. بعدين مش أنا بس بلاقيك حلوة، الكل بيلاقوك حلوة. لا أنا ليه نقيتنا أنا من بين كل البنات؟ مع إنه ما بحياتك خينا لالين قبل. مش أنا نقيتك، قلبي اللي نقاكي. ندماني؟ لا ابدا، بس ما بعرف، زعلانه علين، خايفه. من شو خايفه؟ ما دام انا معك ممنوع الخوف، الحب وحده مسموح. بعدين بس نحط اجرنا بالطياره رح ننسى كل شيء. نحن رايحين نسافر ننبسط، مش ضروري ناخذ همومنا معنا. ما بعرف يا ماهر، قلبي نقزان ماني مرتاحة، ما بعرف عشو، من السفرة، من هالشغل الجديد، من لين، علين، من الماما والبابا، من سم، اف يا الله. ليكا 283، يا أهلين، الشاليات، يا أهلين، يا، شو هالنسوة هاي؟ والله تخبطنا قتلي. قالوا ما نسيت اقول لك، اتصلوا فيك من البيت وقالوا ضروري ضروري اتصلي فيهم، ما تنسيها. ايه. يا عمي طب شو قلنا؟ وين غلطنا؟ قلنا لها ما تنسي واكلتني. ايه. شو ايوب؟ صار عم تحكي مع حالك مبين. أكيد المتر مش هون. أكيد أستاذ ميشيل. مين ميشيل؟ ولو ميشيل حايك، اسم الله عليك بعدك ما فتت من الباب وعرفت إنه عم بحكي مع حالي والمتر مش موجودة. لا الهيئة مسكرة معك على الآخر. ليك أنا وجاي التقيت بالبسطجة في هذا البريد لإلكم. بدك شيء؟ سلامتك. يا أهلين. أخ. من الدار. هيدو تشك واكيد حرزان. اجا الفرج وعدتني تقبضني اليوم بس ترجع من الغدا. وعلى اقول من وين؟ اتيري عارفه. لك يا اهلين يا اهلين، قلنا زمان ناطرينك.
شرفت. شو بتحب تشرب؟ قهوة؟ نسكافيه؟ أم بيتات؟ بعد ما لقيت حدا بهالوظيفة؟ حطينا إعلانات بكل الجرايد، إن شاء الله خير. بعمل لك نسكافيه؟ نسكافيه! هيها! ما رح تشربوا نسكافيه إلا من ديتي أنا. أنت شو جابك لهون؟ شو هالاستقبال هيدا؟ شو بيك هيك بزوا عينيك من وجهك؟ اشتقت لكم، قلت بجي بشرب نسكافيه انا وياكم او كابوتشينو مثلا. جنى انا اكيد انه شخصيا ما اشتقتي لي، ونضال محلك تشتاقي له لانه عم بتشوفيه بالبيت. هلا صارت غنوه كتمت اسرارك مستر نضال؟ لكي جنى ما تبلشي. ايه جنى ماتر غنوه ماتر. بعدين يلي مشتقتي له مش موجود، استغنى عن خدماتك واخذ منك المفاتيح. شو يعني؟ يعني مش شايفه حالك صايره نص مجنونه؟ طلع فيي انا مش فيه. اصلا انا بالشركه ما فيكم تستغنوا عن خدماتي، كل الشغل كنت قيمته على كتافي. عقربه عقربه بعيني. وين كرامتك؟ شو بها كرامتي؟ انا قريت اعلان بالجريده انكم طالبين موظفه، ولهلا ما اجى حدا، يعني عن خدماتي ما فيكم تستغنوا، كيف بدكم تعيشوا بلاي؟ جنى روحي على البيت. ما رح روح على البيت، وقاعدة هون على قلبك وعلى قلب بيت الرامي وعلى قلب غنوة كمان، وماني رايحة وهون باقية وباقية هون ومش رايحة مطرح، وحتى لو بنتي مش فاضية لمحل. بدي شوفها هلا. وعيد وممنوع حدا يفوت لعندها. بسيطة بنطر. ريا ريا هيدا الشيك هيدا الشيك. دبي بدك تضبيها أربع حركات. خليك شاطر لا تعمل بالحركة. استاذ ياسر أيمتى جيت؟ أيمتى ظهرت؟ شو هيدا سامي؟ مش مهم. المهم سمر وعيت من الجومة. جومة؟ استاذ ياسر مش عارف كيف رح تطلع مني بس مجبورة. شو عم تقرش سامي؟ يعني حبيبي ما بقى تتعذب وتسأل عن سمر. يعني خلص بكفينا اللي صار، يعني من هلا ورايح ممنوع تشوف سمر أو تسأل عنها أو تقرب منها أو حتى تتعاطى معها. أوف. كل واحد بحاله. إيه ماما انسينا ونساها ونحن أكيد رح ننساك. يلا سامي بيك. تفضل يا مدام. سامي بيك وقومة شو عم بصير؟ شي مليونين دولار؟ انت ما عرفت امتى رح يرجعوا يتصلوا فيك؟ ما عرفت. يا عم شو غريبة هالقصة؟ خطف من قدام البيت وبعزدين النهار؟ ما انا هيدا اللي مشخشبني، الاتصال من تليفون نور. شو قصدك ندى؟ شو اللي مشخشبك؟ سامر بليز خلينا ندفع ونرتاح بقى. قومي قومي يا حبيبتي، قومي طلعي ارتاحي شوية، انت تعبتي على الاخر. خليهم يعرفوا يفكروا يمكن يلاقوا حل. شو عم تفكري ندى؟ بقول بصراحة وما حدا بيزعل مني؟ حسيته مقلب من نور. معقول؟ معقول راسك؟ شو مجنونة أنت خوتة؟ نور مخطوفة، ما بقى في إحساس خلاص؟ روقي عمي روقي. هلا إذا كانت القصة جدية أكيد هول رح يتصلوا. وساعتها نحن بنتصل بالشرطة، مش هيك ساعة النايب؟ صح. وإذا لا؟ روق. خليني اتصل فيها. ندى مين فاضي رد عليك يا ندى؟ شو؟ سكرت الخط بوجهي. هي سكرت؟ مظبوط نور اللي سكرت، مش الخاطفين نور هن اللي سكروا، شو بك صايرة أنانية هيك؟ يا والله شي بحير. رح ارجع اجرب اتصل.
لا ما تستفزيهم، هلا بيأذوها. يا جماعة خلونا نتصل بهالوزير، والله مرتاح. خلينا ننطر شوي بعد. شو سكروا؟ اي سكروا. الو جنى رقتي؟ ما خصك، ما رقت وما بدي روق، ما خصك طلع من اوضتي. جنت جنت بنتي، دخيلكم ساعدوني. رح اطلع بس معين شوي. عم اقول لك لبرا. ما بدك تشوفي متر رامي، انا رح خليك تشوفي. كذاب وحياتك، بس تكن زبطت الموضوع بدك تروقي شوي. ليه بدك يعني شوفه؟ شو عم بتخطط انت وياها؟ شو بدي اكون عم بخطط انا وياها؟ شيليلي بقى هالافكار من راسك. يا جنى كلنا مشغول بالنا عليكي، حتى متر رامي مشغول باله عليكي. عن جد بدك تخليني شوفه؟ وعد بهاليومين بس عشرت. ما بدي اسمع شي. يعني رح شوفه، رح شوفه، لازم شوفه لانه شي دقيقة. لك اخ اذا ما زبطت معي بهدول يا بصار النحس لا ادعس بقلبك. يا ماتر يا تسلمي لي، ما هي ما هو ما مش فاضيت لي وما رح تجي. وقت السانكوخ صاحب الملك هلا بيكون ناطرني على الباب. يا اهلين، وإذا ما رح فينا نقبض اليوم هلا بيكونوا كلهم سكروا وسربوا. رواق، ما في غير حل. يلا اكيد ما بدك شيء مني. هلين بيكون شغل بيل عليك وهاني بيكون ناطرك. روح رح امرق شوي شوفها وسوها قبل ما اروح البيت. سلم لي عليها. وصل، بس بدي اطلب منك طلب. بليز بدي اياك تكوني رايقه، واول ما تعرفي شيء دغري دقي لي. اكيد. ندى يا ندى. قومي خدي شاور البسيلة لأحلى فستان. لا ماهر بشرفك تعبان اليوم. الليلة لقلنا، بكره السكجول فل. يلا اوبا. يلا على السريع. ذكرني بس اظهر لروري احكي لماما وندى. انه الماما فهمنا، بس ندى لشو؟ لتسملنا بدلنا بفلسفتها عن الصح والغلط. طمنيني عيارة. الحمد لله. آخ بيكبروا وبيكبر همهم معهم. ليش ريبال عم بيعذبك؟ مقهورة كتير عليه وانت بتعرفي السبب. والله يا أم ريبال مش طالع بإيدي أعمل شيء. انت بتعرفي يوم المنى وقت تصير بنت يارا تحب ابنك ريبال، بس شو العمل؟ بعرف بعرف. ندى سربت ولا ما سربت بعد؟ لا بعد. ليكي أم ريبال بكرة مضطرة أزمت على الضيعة، بدي جيب كم غرض ضروري عايزيني وقبل ما يظهر ياسر. بقى ما ينشغل بالك علي بكره. كثير منيح، انا وربال بنعمل مشوار ومنطلعك. لا ما بدي اعذبكم تقبريني انت. لا مش ضروري. ما في عذاب. قولي انت ايه، ما شايفتيني عم سنفر لحالي بمشوار؟ بدك تروحي علي المشوار؟ لا خلص. ما اتصلوا، راحت البنت. رولا حاجة فولي، الله يرضى عليكي. بابي القصة ما عادت مزحة، الدنيا عتمت، أكيد دور مخطوفة. صار لازم اتصرف. وليد معه حق. لازم أعمل اتصالاتي. وأنا رح أجرب أرجع أدق على رقمه، إلا ما يردوا. بس غريب، ليه ما عادوا اتصلوا؟ ألو، نعم، مين نور؟ نو هيدا الرقم غلط، هيدا رقم شخص بالمستشفى عمل حادث وهون المستشفى. لا بليز ما بقى تقولي لي انه هيدا رقم نور، هيدا مش رقم نور. طيب ماما سهى انا رح اقول لك تصبح على خير لانه صار لازم فل. مثل ما بدك رامي. في عندك مانع شيء اذا تلفنت لندى وحكيت معها؟ ما
غريبة. شو الغريب؟ منك ملاحظة ماما سوا إنه هيدا أول مرة بتطلبي مني إذن لتعملي شيء؟ يعني طيب هلا أنا إذا قلت لك لا أو إذا قلت لك أجلي على بكرة بترد علي؟ شفتي كيف؟ رامي قرب اعطيني بوسة ودرمي لعبيتك يلا حبيبة قلبي قلب خير ماما إذا خبرتك سر بتوعدين إنك ما تقولي لحدا وخاصة ريم؟ بوعدك سعادة النايب حسون شو بو؟ مغروم بريم شو؟ عم تحكي جد؟ واليوم وبعزدين قصة نور لقى الوقت ليعاتبني قال زعلان كيف أنا كنت واهمه أني أنا مجوز ريم وعندي ولد منه أنت شوفي وجهه كيف بيضحك لما يقول ريم شو الخبرية بتجنن 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 يا مامي تصبح على خير يا ست الكل وأنت من أهل الخير يا حمي ماما سوا بطفي لك الضوء أنا بطفي يا ولاد الكلب وينكن يا نار العمى فص ملح وداب وينكن مقبورين شو عملتوا بالبنت شو بيك مخدود هالقد عن اي بنت عم تحكي خربوا لي بيتي ولاد الحرام ساري ما تكون قاصد يارا ايه هاي سوري بعيتك لا كنت نازله اشرب مي شو الاخبار عن نور ما في اخبار عن نور وندى كيفها ما كان لازم اتركها الليله طالما هي ما طلبت منك مش ضروري تبقى بس تفضى هاليومين عايزتك بموضوع مهم خبرتك ماما سوها؟ ما وعدتني انها ما تخبر حدا عن شو عم تحكي؟ وشو خص ماما سوها؟ انا بدي احكيك عن هاني هاني؟ ايه هاليومين منه عجبني كتير وما تستدرجني اليوم ما رح خبرك شي بكره بنحكي ما في شي مهم بعمل لك شي؟ لا حبيبتي ثانك يو اوكي جود نايت مامي بلغنا البوليس بابي واتصلت بكل معارفي رح يعملوا كل جهدهم ما تخاف رح يلاقوها بلا بابي أنا خايف هاي رامي بعد ما عرفنا شي عم
التلفن بس لقلك اني بحبك. وانا كمان. يا ريتك معي هلأ.